فاضل تلت ساعة على ماتش الأرجنتين وفرنسا. طبعا احنا في سوتشي مدينة البحر والشمس والمطرة والجو امبارح كان في بقى يعني الجو حر ورطوبه وشمس وبالليل مطرت عشان يعني كل الفصول بتاعه السنه في نفس اليوم. هنتفرج على ماتش فرنسا والارجنتين في اي حته وبعد كده ننطلق على الاستاد عشان نتفرج على كريستيانو رونالدو ضد لويس سواريز. في بدايه اليوم السؤال الاول، السؤال الاهم، السؤال الوحيد، هل هنشوف دور 8 ما بين ميسي وكريستيانو؟ بصراحه اتمنى عشان تويتر يولع كده والفيس يزعل. معاك الفان اي دي بتاعك انت؟ اه. جبت تذاكر؟ اه. جبت فلوس؟ اه. جبت تليفون؟ اه. يلا بينا. اه. تشاو. فاضل ربع ساعة على ماتش الأرجنتين وفرنسا. احنا لو نشحط مواعيدنا السكة من هنا للاستاد ساعة. أنا مش هينفع أفرج جنب الاستاد، أنا أفرج فين؟ في أول حتة هنلاقي فيها شاشة تلفزيون وبتذيع ماتش. التاكس فاضل قد إيه؟ 3 دقايق. طبعًا هناخد التاكس تبع الأبلكيشن الروسي اللي عرفي منزله على سن الشباب دي كلها حرامية. نصابين. You're from England. Yes. What are you doing here in Sochi? We were going to watch Russia tomorrow. Okay. Ah, Russia, okay. Spain. I mean today, they messed up a bit. Yeah. We were planning to watch Egypt. They messed up a lot. A lot. طبعا بما اننا منظمين جدا بنتفرج على الشوط الاول كده في روسيا وبنتفرج على الماتش اونلاين على التليفون. دلوقتي بصراحه الاجابه عن التساؤل هو ليه ما خدش كاردي بقت واضحه قوي. هيجوين واجويرو الاثنين على الدكه. بالنسبه جاب جون بنالتي الارجنتين بتسقط فرق كبير قوي. انا كنت متوقع النهارده الارجنتين تعمل مفاجاه. اتوبيس البرتغال اهو. يبقى ده الاوتيل اللي هم قاعدين هنا. اه ايه ده، احنا لو وقفنا هنا نشوف كريستيانو. ايوه بس مش دلوقتي. ثانك يو. لقينا قعده اخيرا. عمال يقول انه هيوصل اكسترا تايم. يا نهار ابيض، ده مين؟ ديماريا. لسه بنقول مش شايف حاجه. لسه بنقول مش شايف. الرجواني اللي جنبي ما فتحش بقه طبعا، عايزهم يخسروا. هاف تايم 1-1 ارجنتين اتعدلت. احنا شفنا منظر كده واحنا جايين عايزين نروح نطفي عليه نظره ثانيه. انا نورت عليك بكلمه. حبيبي جراد. حبيبي طبعا ده شاري تذاكر عشان يجي يتفرج على ماتش السعوديه. صح. وانا شاري اتفرج على ماتش مصر وفي الاخر قاعد اتفرج على الاورجواي. سلام. الماضي هو المجد والقادم هو التاريخ. ومنتخب الاورجواي غالبا قاعد في الاوتيل اللي هناك ده. في جماهير جايه من هناك بس مش لاقي الاتوبيس بتاعه. خبير غسيل الفاكهه، تموت انت في الاكياس. احنا ما كناش حاجه من ساعه ما صحينا، وده مكان بيتزا. لو لقيت ترابيزه قدام تلفزيون وطلبت بيتزا انا مش عايز اكتر من كده من الدنيا. 4-3 ميسي ما عملش حاجه بس الارجنتين يعني نتيجه معبره. مفيش مفاجآت، الأرجنتين فريق ضعيف قوي، هو أصلاً فريق ضعيف، سان باولي بيخليه أضعف باختياراته باللعيبة اللي بتلعب، فرنسا صعدت، دلوقتي هننتقل إلى الملعب ده علشان نشوف مين اللي هيلعب ضد فرنسا. كنت فين يا ميسي النهاردة والأرجنتين محتاجاك؟ كنت فين؟ باكل بيتزا. هو كريستيانو وميسي ورا بعضهم، ميسي خرج، كريستيانو. هلا هلا بالشباب السعودي. عاملين ايه يا شباب؟ ايه الاخبار؟ ازيك؟ كله تمام. انت عاملين ايه؟ كله تمام. بصراحه الارجنتين ما اقنعتش لا بالاداء ولا باللعيبه ولا باختيارات المدرب ولا باي حاجه. كان صعب قوي ان ميسي يشيل الحمل لوحده، بس اللي هيحط ضغط اكبر على ميسي لو كريستيانو رونالدو كسب الاورجواي، لان ساعتها حتى الصراع على الحذاء الذهبي هيكون صعب. فاضل ساعه على الماتش، زي ما توقعت الارجنتين هتكمل وخرجت، فاتوقع ان البرتغال هتكسب الاورجواي وهتكمل، وده بجد بقى. هذا الملعب. بورتوغال بورتوغال. مكسيكو 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 مكسيكو. حتى في الغربه بيلاقوا بعضهم. علم مصر اهو يا كابتن. علم مصر ده. يس. ايه ده؟ Where are you from? I'm from Russia. Come back. Hola. Hola, Portugal. El partido número 2-1 para Portugal. Colombia. Where are you from? Russia, Russia, Muslim. Thank you, man. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
صباح الجمال يا صباح الورد. ايه الاخبار؟ عميكو بتفرج عليك كل يوم كل يوم حبيبي يا مان. ايه الاخبار؟ حبيبي يا مان. ايه الاخبار؟ كنا مشترين على اساس يطلعوا المجموعة. لا والله واخدين عشان مصر. فشلوكنا وفشلوكم. روسيا اوروغواي. Don't let them in. Why? Because they beat us. Kick them out. احنا لو في استاد القاهرة واحدة وقفت بايديها عشان تقطع التذاكر صدقوني ما حدش هيدخل من غير تذكرة. الشعب كله هيخش بتذاكر. القعدة مع جمهور اوروغواي. يا مسوحي. بتعمل ايه في الملعب يا صلاح؟ لو ابويا كان سابنا نلعب كوره. بورتوغال. كفاني لعبها لسواريز. سواريز رفعها لكفاني. لعبت بكتفه. مستحيل تروح كده بكتفه. مستحيل. الماتش ولع يا مهاجمي. ايوه كده بقى خلونا نستمتع بقى. اللي هيكسب هشجعه. انا عايز افرح في كاس العالم حالا. اللي هيكسب هفرح معاه. ادفع في البطولة. ولا جول؟ روسيا ومصر والسعودية. طبعا جودين وخيمينيز اقوى دفاع في اوروبا اصلا في الدوريات الخمسة الكبرى يعني. دفاع اتلتيكو مدريد. صباح الفل. المصريين في كل حته. الناس اللي كانت شاريه التذاكر عشان فاكره نفسها تتصدر المجموعه ولقوا نفسهم هنا. بس برضه جايين بتشتات مصر. لا 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 احلى حاجه حصلت في كاس العالم ده هو جمهور مصر. اقسم بالله في بيترسبورغ بنهز والله العظيم. الشوط الاولاني بنهز الاستاد. بس معلش كده وكده. من اول ما طلعنا العلم الناس كلها جت تصور. طبعا والله العظيم جمهور مصر في روسيا احسن حاجه في روسيا. غيرنا مكاننا بنحاول نسرق كراسي مش بتاعتنا. هنطرد دلوقتي حالا. هنطرد. هيجي حد يقومنا حالا. خلينا ورا عرفي كده لحد ما نشوف اخرها ايه.
بيلاقوا بعض. اندرويد. حلو كده؟ خدينا قمنا. يا رب ما نقومش تاني بقى. خد سبع دقايق مش شوط تاني يعني لو واحد ما جاش يقعد في كرسي بعد سبع دقايق مش شوط تاني يبقى ما يستاهلش الكرسي. البنت الصغيرة اللي جنبنا عمالة تبص لنا. شكل أبوها في الحمام وهيجي يقومنا هيطلع ديناصور روسي. طلع فوق مين بقى؟ خيمينيز. في ناس بتخش الطبله خدوا مننا الطبل اللي احنا داخلين. هو في الحقيقه عرضي راح يشوف اذا كان في كراسي احلى من احنا قاعدين عليها كمان. طماع قوي. الماتش فشيك. ايوه عمرو نزوهي عامل ماتش ايه كبير قوي في الباك رايت. ما شفته نادي كده جتشنه. شفته هو انا ليه بشجع الاوروغواي عشان قاعد جنب الجمهور بتاعهم فتعاطفت. لا كفاني يا ابن اللعيبه يا كفاني. سواريز وفيبي ضرب ايه؟ تخين يلا سواريز يلا تخين. شو شايفين اللعيبه كلها بتقوم تسخن ازاي؟ كل الفرق المحترمه كده يا عيال الدكه كلها بتقوم تسخن كل 10 دقايق وبعدين تريح وبعدين الصوت الثاني يقوم يسخن وبعدين يرجع يريح وهكذا. مش ثلاث لعيبه اللي بيسخنوا طول الماتش. كفاني اتصاب. كارثه. بحبه قوي كفاني ده قوي من زمان. بحب كافاني بحب كاسيرس ممكن تعاطفا مع الجمهور عشان قاعد حواليهم بس.
افضل فريق عربي لاعب كوره في كاس العالم. تحيات الجمهور بتاعهم بيفرح فشخ لما يعرفوا ان احنا مصريين وبنشجعهم في الماتش ده بالرغم ان هم خرجونا من